عادي بحكي الانجليزي. اجاني كم كيف تقول ريكوست، كم طلب، والله هادي بيحكي عربي انه اعمل فلوج بالعربي. هنجرب هالشي بهالفلوج، وهلا هنجرب شي جديد. الكاميرا جديدة، والله الكاميرا كبيرة يا اخي، من خارج مبين كبير. يلا بالعربي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ هيدي كاميرا جديدة وهيدي اللهجة جديدة، مش جديدة يعني، بحكي عربي احسن من الانجليزي. اليوم عندي سيارة بدي بيعها. العربي الفصحى الان وجيد جدا، لكن يا اخي المهم المهم رايحين هلا نخلص السيارة، هنسلم على التراك، حنقول له باي باي. وانا اليوم قررت روح على طبيب الاسنان، ما كتير صاحبة مع الصحة، بخاف شوي من الدكاترة. عجزت اليوم ورايح لانه عندي مثل شيء صغير هيك بسني عرض، هيك حواجيكني بسرعة. فاليوم هنواجه الاشياء اللي بتخوفنا. يس سيلبريشن ميوزك. وصلت بكير، انا كتير ببكر بالعادة لانه بحب بكر. اوكي نلين شوي حتى اكسر مود اني رايح على الدكتور. طلب بنايطة ام جي كاستمز، عندي شي 150 كاب ام جي كاستمز عملته قبل، كنت بدي بيعهم الصراحة، ما نبيعه معي ففشلت، بس نجحنا فكرة جديدة. عم فكر اعمل giveaways تقريبا على كل فيديو. خلينا اعمل دراماتيك زوم ان اذا بدكم، هو انه فاوتوماتيك لما تعملوا كومنت تفوتوا على الرافل. شو رأيكم بهالموضوع؟ اذا عجبكم، اذا بتحبوا هيك شيء قولولي بالكومنت. يلا اوه ماي جاد، نو جاد، سكر الشبابيك يا هادي، سكر الشبابيك، يطبق لك تمك ويحط لك. I'm waiting for you. طب شو حنعمل هلا يا دكتور؟ بدنا لك حشوة كثير حلوة. تفضل يلا ليتس جو. حط لك ميوزك شيء يريحك. أنا I'm good bro، ما تخاف. Next time we'll do another side. بعدها عم تسجل هاي؟ طيب هلا عم تشوف حالنا لأول مرة. لك شو من جهة عم تسجل جهة ما فيني. يو خلصنا، هيك طلع شكله. هاي دي مني لك، لأنك شفتوه. ثانك يو. تزول على الكنان، تعالكم ماسك. برو، عن جد شكرا. ثانك يو سو ماتش. كثير حلوين، مبسوط فيهم كثير. ثانك يو. خليكم ضحك هلا، هيك طلعت. أضل هيك ليش؟ أضل ضحك ليش هيك؟ خلصنا، هذا سن جديد. يا لطيف يا لطيف. اوكي وهيك بنكون زبطنا اسناننا. شكرا يا دكتور كنان، هذا اول فلوج بالعربي، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا. ولاحظت انه ناس حبوا الدريفتنج وما اعرف شو، تعرفت على جروب دراجات صور يوم الجمعة، بظن هذا حيكون الفلوج الجاي. You know they always stay in your lane. I'm Lebanese. بخترع لك لين more sport.